مرحبا بكم في تواريخ. اليوم سوف نستكشف حقبة محورية في تاريخ الصين، وكيف تم توحيد الصين تحت راية واحدة لتكن أول إمبراطورية مركزية في الصين. في القرن الثالث قبل الميلاد، كانت الصين منقسمة إلى عدة ممالك متحاربة تعرف باسم حقبة المماليك المتحاربة. كانت كل المماليك تسعى للسيطرة على الأراضي وتوسيع نفوذها، ولكن في عام 221 قبل الميلاد تمكن ملك مملكة تشين شي هوانغ من تحقيق حلم طالما سعت إليه الممالك المختلفة، وهو توحيد الصين. استخدم تشين شي هوانغ استراتيجية عسكرية ذكية ودبلوماسية حذقة، مستفيدا من الخلافات بين الممالك المتنافسة. وبعد سلسلة من الحملات العسكرية الناجحة تمكن من هزيمة الممالك الأخرى واحدة تلو الأخرى. وكانت قوته العسكرية هائلة جدا، ولكنها كانت مرهونة أيضا على كسب ولاء القادة المحليين وتجنيد أفضل العقول في خدمة مملكته. بمجرد توحيد البلاد أسس تشين شي هوانغ إمبراطورية مركزية في تاريخ الصين، وأعلن نفسه الإمبراطور الأول. قام بإصلاحات جذرية، منها توحيد العملة والكتابة والقوانين وبناء سور الصين العظيم لحماية حدود الإمبراطورية من الغزاة. لم يكن توحيد الصين مجرد انتصار عسكري، بل كان خطوة جريئة نحو إنشاء هوية وطنية موحدة وضمان استقرار دائم في منطقة عانت طويلا من الانقسامات. ولفهم هذه الحقبة بشكل أعمق، تم إنتاج رسوم متحركة، وهو الأنمي الشهير كينغ دوم الذي يسرد تفاصيل تلك الفترة مثرا الحروب الملحمية والتكتيكات العسكرية والإنجازات الكبرى التي أدت إلى توحيد الصين تحت راية واحدة ولأول مرة في تاريخها. إلى هنا نختم استعراضنا لتوحيد الصين تحت قيادة تشين شي هوانغ. شكرا لكم على المتابعة، ونأمل أن تكونوا قد استفدتم من هذه الرحلة التاريخية.